السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل الدرس الثاني، تدارك خواص العناصر للصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الخواص الكيميائية للعناصر الفلزية. يعني إيه الخواص الكيميائية للعناصر الفلزية؟ يعني هنبتدي نعمل تفاعلات ونشوف إيه الناتج بتاعها. نشوف أول حاجة الفلزات وهنشوف الخواص الكيميائية الخاصة بيها. أول حاجة هنجيب فلز زي المغنيسيوم، شريط مغنيسيوم، وهنحطه في دورق. الدورق ده في حمض الهيدروكلوريك المخفف. هبص الاقي لما احط شريط المغنيسيوم في حمض الهيدروكلوريك المخفف هيديني كده فقاعات بابلز، كده شويه فقاعات من الغاز. ده دليل على تصاعد غاز الهيدروجين. يبقى انا عندي بيتفاعل الفلزات مع الاحماض المخففه وبتديني غاز الهيدروجين، وممكن اكشف عن غاز الهيدروجين دوت بعود ثقابي، ان احنا نجيب عود كبريت. هبص الاقي ان هو هيعمل فرقعه. يبقى انا هلاحظ ان الفلزات بتتفاعل مع الاحماض المخففه، ايوه بتتفاعل معاها، وبيتصاعد فقاعات غاز من غاز الهيدروجين، وممكن نكشف عن غاز الهيدروجين ده بعود ثقاب مشتعل هيعمل فرقعه. تمام كده. طيب يبقى انا هنجيب اهو المغنيسيوم وهنحط عليه حمض الهيدروكلوريك المخفف، هيديني MgCl2، ده ملح، وهيديني كمان الهيدروجين اللي هو غاز الهيدروجين، وده بيعمل فرقعة في وجود غاز الثقاب، وده اللي هو بيكون فقاعات الغاز. يبقى بيتفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف بيتصاعد غاز الهيدروجين، وده كمان ممكن استدل عليه ان بيعمل فرقعة. تاني حاجة هنتكلم عليها تفاعل الفلزات مع الأكسجين. هنجيب شريط مغنيسيوم برضو كمثال على الفلزات وهنحطه في دورق في الأكسجين مملوء بغاز الأكسجين. هنلاحظ هنا ان انا شريط المغنيسيوم ده كان مولع، هبص الاقي ان التوهج بتاعه هيزداد، وهيديني مسحوق لونه ابيض اللي هو اكسيد المغنيسيوم. هاجي بعد كده احط عليه ميه، وبعد كده هندوبه اللي هو المسحوق اللي اتكون ده هدوبه في الميه، وبعد كده هنحط عليه صبغه عبيد الشمس. هبص الاقي انها تتلون باللون الازرق، ده دليل على ان المحلول اللي اتكون ده محلول قلوي او قاعدي. نقول ثاني هنجيب شريط مغنيسيوم مولع هنحطه في دورق في غاز الاكسجين، هبص الاقي ان هيزداد التوهج بتاعه وهيديني الماده دي او مسحوق اسمه اكسيد المغنيسيوم، هندوبها في الميه، وبعد كده هنحط عليها صبغه عبيد الشمس هتديني اللون الازرق، ودي مهمه قوي. طب اللون الازرق ده دليل على ايه؟ ان هو اكاسيد قاعديه. الاكاسيد القاعديه هي اكاسيد فلزيه بيدوب بعضها في الميه بتكون محاليل قلويه. تمام كده. يبقى انا هقول اهو جبنا شريط مغنيسيوم مولع حطيناه في دورق فيه اكسجين، هيزداد التوهج بتاعه وهيديني مسحوق. المسحوق دوت هنحط عليه ميه، هندوبه في الميه يعني، واحط عليه صبغه عبيد الشمس، هبص الاقي انها تتلون باللون الازرق، ده دليل على ان ده مسحوق قاعدي او اكسيد قاعدي اتكون. والاكاسيد القاعديه هي اكاسيد فلزيه بيذوب بعضها في الماء بتكون محاليل قلويه. تمام كده. هناخد اهو برضو التفاعل الثاني، هنجيب اهو المغنيسيوم هنحط عليه غاز الاكسجين، هيديني 2MgO اللي هو اكسيد المغنيسيوم. اكسيد المغنيسيوم ده هنضيف عليه الميه هيديني MgOH/2، ده اللي هو ده اكسيد المغنيسيوم اللي هو بيعتبر اكاسيد قاعديه وبيدوب في الميه وبيديني محلول قلوي اللي هو بيدي اللون الازرق مع صبغه عبيد الشمس. وقلنا ان يعني ايه كلمه اكاسيد قاعديه؟ هي اكاسيد فلزيه بيذوب بعضها في الماء بتكون محاليل قلويه. وعايز اقول لكم على حاجه، التفاعلات ديت مهمه جدا وكمان بتجي لنا في الامتحان على فكره. يبقى انا كده خدت اول حاجه تفاعل الفلزات مع الاحماض وتصاعد منها غاز الهيدروجين، وقلنا ان غاز الهيدروجين بيعمل مع عود الكبريت المولع بيعمل فرقعه، ده دليل على تصاعد غاز الهيدروجين اللي هو بيعمل الفقاعات ديت اللي احنا شايفينها. تاني حاجه اتكلمنا على ان الفلزات فعلا برضو بتتفاعل مع الاكسجين وبتديني اكسيد المغنيسيوم، ده بيعتبر اكسيد قاعدي بيدوب في الميه وبيديني بعضها بيديني محلول قلوي وده بيدي اللون الازرق. الأكاسيد القاعدية هي أكاسيد فلزية تذوب بعضها في الماء بتكون محاليل قلوية. ليه ما أقدرش أقول على كل القواعد قلويات؟ لأن القواعد بعضها بيدوب في المية ومش كلها، لأن القلويات هي عبارة عن قواعد ذائبة في المية.
يعني ليست كل القواعد قابلة للذوبان، يبقى لا تعتبر كل القواعد قلويات لأن مش كلها بيدوب في المية، مش كلها بيدوب في المية، لأن القلويات عبارة عن قواعد ذائبة في المية وليست كل القواعد بتدوب في الماء. تمام، هنتكلم بقى على متسلسلة النشاط الكيميائي، ودي مهمة جدا. متسلسلة النشاط الكيميائي هو عبارة عن ترتيب الفلزات ترتيب تنازلي، يعني من الكبير للصغير حسب درجة نشاطها الكيميائي، حسب درجة نشاطها الكيميائي. متسلسلة النشاط الكيميائي هو ترتيب الفلزات ترتيب تنازلي، يعني من الكبير للصغير طبقا للنشاط الكيميائي. أنا عندي الصوديوم والبوتاسيوم، دول بيتفاعلوا مع الماء على طول وبيعملوا فرقعة، بيعملوا فرقعة وبيتصاعد غاز الهيدروجين. نقول تاني، الصوديوم والبوتاسيوم بيتفاعلوا حالا في المية، يعني مجرد ما احطهم في المية بيعمل لي فرقعة زي ما احنا شايفين بفعل حرارة التفاعل، وبيتصاعد غاز الهيدروجين. بيتفاعلوا مع الماء ايه؟ لحظيا، يعني مجرد ما بحطهم في المية سواء الصوديوم او البوتاسيوم بيعملوا فرقعة نتيجة تصاعد غاز الهيدروجين وفعل حرارة التفاعل. اما الكالسيوم والمغنيسيوم بيتفاعلوا ببطء شوية مع الماء البارد، بيتفاعلوا ببطء شديد مع الماء البارد. الكالسيوم والمغنيسيوم بيتفاعلوا ببطء مع الماء البارد. اما الخرسين والحديد، الخرسين والحديد دول بيتفاعلوا مع بخار الماء الساخن بس، بخار الماء الساخن بس بدرجة الحرارة مرتفعة، الخرسين والحديد. اما النحاس والفضة لا يتفاعلان مع الماء. طب احفظهم ازاي؟ الصوديوم والبوتاسيوم دول بيكونوا توائم، هنبص لانهم بيتفاعلوا مع الميه تفاعل لحظي. اما الكالسيوم والمغنيسيوم اللي هو احنا الكالسيوم والمغنيسيوم من الحاجات اللي هي بتبقى مهمه، يعني هنبص ان هم بيتفاعلوا ببطء شويه مع الماء البارد. اما بقى الحديد والخرسين بيتفاعلوا مع بخار الماء الساخن بس. اما بقى الفضه والنحاس لا يتفاعلوا نهائيا مع الماء. هنتكلم عن الخواص الكيميائية للعناصر اللافلزية. اللافلزات يا جماعة ما بتتفاعلش مع الأحماض المخففة، يعني لو أنا جبت كربون وحطيت مع الحمض الهيدروكلوريك المخفف هبص ألاقي إن لا يحدث أي تفاعل ولا هيتصاعد فقاعات ولا أي حاجة. بالمقارنة بقى بالمغنيسيوم كفلز كان بيحدث معه تصاعد فقاعات اللي هو غاز الهيدروجين. يبقى أنا عندي اللافلزات لا تتفاعل مع الأحماض المخففة، اللافلزات لا تتفاعل مع الأحماض المخففة، والجزء ده مهم قوي. هنتكلم بقى على تفاعل اللافلزات مع الأكسجين. لا، هبص ألاقي إن أنا هجيب قطعة فحم متوهجة يعني مولعة، وهنحطها في دورة في غاز الأكسجين أو مخبار مليان بغاز الأكسجين. هبص الاقي ان انا عندي هتتكون عندي ماده، الماده دي هنحط عليها، طبعا هو التوهج هيزداد، وبعد كده هتتكون عندي ماده، الماده دي هندوبها في الميه تمام كده، وهبص الاقي ان الماده اللي هتدوب ديت هنحط عليها صبغه عباد الشمس هتتلون باللون الاحمر. اللون الاحمر ده دليل على انها اكاسيد حامضيه، اكاسيد حامضيه. يبقى نجيب كربون او قطعه فحم مشتعله هنحطها في غاز مملوء بغبار مملوء بالاكسجين، هيزداد التوهج بتاعه، هتتكون عندي ماده، هنحط عليها ميه هتدوب في الميه وهتديني محلول او الى حد ما محلول كده، هنحط عليه صبغه عباد الشمس هتتلون باللون الاحمر، ده دليل على ان ده اكاسيد حامضيه، اكاسيد حامضيه. اللافلزات بتتفاعل مع الاكسجين وبتديني ايه؟ اكاسيد حامضيه. والاكاسيد الحامضيه هي عباره عن اكاسيد لافلزيه تذوب في الماء مكونه محاليل حامضيه. الاكاسيد الحامضيه هي عباره عن لافلزات تذوب في الماء مكونه محاليل حمضيه. زي ايه؟ زي هنجيب الكربون كمثال على اللافلز، هنفعله مع الاكسجين تمام كده، هبص الاقي ان هيديني CO2، ده بيعتبر اكاسيد حامضيه، يعني هتدوب في الميه الاكاسيد الحامضيه دي وهتديني محلول، هيديني محلول حامضي، هيديني اللون الاحمر، هيديني اللون الاحمر مع صبغه عباد الشمس، ده بيعتبر ايه؟ محاليل حامضيه، هتديني اللون الاحمر. لما اجي افرق ما بين اكسيد الكالسيوم وثالث اكسيد الكبريت اجي افرق ما بينهم ازاي؟ طبعا بصبغه عباد الشمس. صبغه عباد الشمس في حاله الكالسيوم هتتلون باللون الازرق لانه محلول قاعدي او لانها اكاسيد قاعديه. اما في حاله الكبريت او ثالث اكسيد الكبريت هيديني اللون الاحمر لانها اكاسيد حامضيه.
هتديني اللون الأحمر لأنها أكاسيد حامضية، واللون الأزرق أكاسيد قاعدية. في بعض الأكاسيد بقول عليها مترددة زي اللي هو أكسيد الألمنيوم كمثال على المتردد Al2O3. يعني إيه مترددة؟ يعني لا تتفاعل مع الأحماض كأكاسيد قاعدية، بتتفاعل قصدي مع الأحماض كأكاسيد قاعدية، وبتتفاعل مع القواعد كأكاسيد حامضية، يعني ملهاش حاجة ثابتة عليها. يبقى تعرف بعض الأكاسيد زي أكسيد الألمنيوم Al2O3 بالأكاسيد المترددة، اللي بنسميها مترددة، بتتفاعل مع الأحماض ككلويات وبتتفاعل مع القواعد كأحماض، وبتديني في الحالتين ملح وماء. يعني إلى حد ما لا هي أكاسيد حامضية ولا هي أكاسيد قاعدية، هي بتتفاعل مع الأحماض كأكاسيد قاعدية، بتتفاعل مع القواعد كأنها أكاسيد حامضية، وبسميها مترددة زي أكسيد الألمنيوم Al2O3. لما اجي اقارن ما بين الفلزات واللا فلزات، طبعا الفلزات احنا قلنا ان الغلاف الخارجي بتاعها بيحتوي على اقل من 4 الكترونات، هنا المستوى الاخير بيحتوي على اكتر من 4 الكترونات، هنا بتميل الى الفقد وتتحول لايونات موجبه، ووريكم ازاي، هنا بتميل الى اكتساب وتتحول الى ايونات سالبه، هنا بكبر احجامها الذريه، هنا بصغر احجامها الذريه، هنا بتتفاعل مع الاكسجين بتكون اكاسيد فلزيه اكاسيد قاعديه، هنا بتتفاعل مع الاكسجين وبتديني اكاسيد حامضيه، تتفاعل بعضها مع الأحماض وبتديني اللي هو غاز الهيدروجين، هنا لا تتفاعل مع الأحماض نهائيا. وبكده نكون خلصنا الدرس الثاني كله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله استنونا في الدرس الثالث بإذن الله، ويا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.